استاذنك تفضلي بالبقاء معي يا استاذه كاترين. وينضم الينا من مدريد الاستاذ بشير الحسن الباحث السياسي بجامعه اشبيليه. استاذ بشير مساء الخير واهلا بك في هذه الجوله الاخباريه. وكنت اسال ضيفتي من فرنسا عما اذا كانت فرنسا على خطى ايطاليا، اسبانيا كيف هي وضعها؟ اولا احييك واحيي من خلال كل مشاهدي اكسترا نيوز. اسبانيا لا زالت تسجل حالات اصابه كثيره واعداد وفيات ايضا مرتفعه، والان تجاوز عدد الحالات الوفيات 4000 والمصابين تجاوزوا 60000، وهو ما يؤكد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومه ورغم انها تحركت بشكل جد متأخر ودعنا نقول حتى مرتبك حسب توصيف المعارضة الإسبانية هنا، لأن هذه الإجراءات لم تؤتي أكلها بعد، ونحن نمضي في الأسبوع الثاني، يوشك الأسبوع الثاني من حالة الطوارئ على الانتهاء، ونسجل بين الفينة والأخرى من يوم لآخر تراجع طفيف ثم يعقبه ارتفاع أيضا في أعداد الإصابات والوفيات، وسجلنا من في ظرف 24 ساعة ارتفاع بنسبة 14% من أعداد الوفيات مقارنة بيوم أمس. اليوم تم تسجيل نسبة 14% زيادة في أعداد الوفيات. يعني منذ هذه الأزمة وصلت عدد الوفيات في إسبانيا قرابة 5000 تحديدا 4800 حالة وفاة في إسبانيا. هل كل هذه الإصابات التي ربما تجاوزت حتى 60000 في إسبانيا تتمركز في أماكن بعينها أم أنها على انتشار البلاد؟ بالفعل في إقليم مدريد هو الأكثر تضررا من أعداد الإصابات والوفيات، لأنه رغم أنه لم تكن بداية انتشار الوباء في إسبانيا بإقليم مدريد، إلا أنه تلاحقت الإصابات والوفيات ليشكل أكبر عدد، حوالي نصف المصابين هم من إقليم مدريد، ثم يليه إقليم كاتالونيا في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة يأتي إقليم الباسك. عموما مدن وسط وشمال البلاد هي الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا، أما مدن الجنوب فهي تشهد معدلات منخفضة سواء في الإصابات أو في الوفيات. ذلك هل له علاقة بانخفاض درجات أو ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب عنها في الشمال؟ أم لم يثبت حتى هذه اللحظة، يعني مجرد عرض أو مجرد إشارة فقط؟ نعم، منظمة الصحة العالمية قالت أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن درجة الحرارة قد تقضي على الفيروس، وأنه حتى المناطق الحارة لن ينتشر فيها الفيروس، ولدينا مثلا دول مناخها صحراوي حار مثلا المملكة العربية السعودية وانتشر فيها الفيروس وهناك حالات وفيات. نعم، هو في كل الأحوال لم يثبت علميا أنه بارتفاع درجة الحرارة يقل انتشار هذا الفيروس، لكن ما يقال في وسائل الإعلام ومنظمة الصحة العالمية أنه على الأقل تقل العدوى بين المواطنين في الأجواء الحارة، لكن لا ينتهي المرض، لا يختفي هذا الفيروس.